حين يصير الفكر في مدينة، حين يصير الفكر في مدينة مسطحا كحدوة الحصان، صورا كحدوة الحصان، وتستطيع أي فندقية يرفعها جبان أن تسحق الإنتاج. حين تصير بلدة بأسرها مصيدة والناس كالفئران، وتصبح الجرائد الموجهة أوراق نعي تملأ الحيطان، يموت كل شيء، يموت كل شيء، المال والأصوات والألوان، تهاجر الأشجار من جذورها، يهرب من مكان مكان، وينتهي الإنسان.